وإلى الولايات المتحدة، حيث ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما اعتبره وباء أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، معددا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة. وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، قال إن العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء وعار دولي، داعيا إلى منع الأمريكيين من اقتناء بنادق هجومية، وذلك خلال عرضه لخطة محدودة لمكافحة وباء العنف الناتج عن استخدام الأسلحة النارية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن وتحديدا من أمام البيت الأبيض الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم، ما صدى تصريحات جو بايدن الأخيرة خاصة مع اللغط الكبير المثار حول التعديل الثاني من الدستور؟ نعم إنجي، بعد مقتل 8 في ولاية جورجيا و10 في ولاية كولورادو، خرج اليوم جو بايدن بخطاب للأمريكيين، ولكنه في نفس الوقت وخطاب موجه بالأساس لأعضاء الكونغرس الأمريكي. اتهم بايدن أعضاء الكونغرس الأمريكي أنهم يقومون بالكثير من الأفكار أو يقدمون الكثير من الأفكار والصلوات، ولكنهم لا يقومون بظهور حقيقية على أرض الواقع من خلال تشريع قوانين فيدرالية تمنع امتلاك السلاح بهذا الشكل الكبير في الولايات المتحدة وتلك الحرية الكبيرة التي تمتع بها المواطنين في الولايات المتحدة من شراء السلاح على شبكة الإنترنت أو حتى تصنيع السلاح المنزلي أو ما يعرف باسم المسدس الشبح. الذي خرج به أو الخطاب الذي خرج به جو بايدن حاول من خلاله تقديم يعني أمور تنفيذية متعلقة ب يعني تحكيم شراء الأسلحة في الولايات المتحدة من خلال فرض يعني إجراء يعني بعض الأبحاث أو الأبحاث الأمنية المتعلقة بمن يقومون بشراء تلك الأسلحة ومنع شرائها من على الإنترنت، ولكنه في نفس الوقت ذكر أيضا بأنه لن يتم المساس بالتعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي ينص على حرية امتلاك السلاح في الولايات المتحدة. تلك القضية تعتبر من أكثر القضايا الشائكة في المجتمع الأمريكي نظرا للحوادث المرعبة حقيقة التي تحدث كل فترة في عدد من الولايات الأمريكية، إن كان في المدارس أو في محلات التجارية أو في المولات التجارية يتم إطلاق النيران، خاصة أنه يعني وسائل شراء الأسلحة في الولايات المتحدة سهلة للغاية، كان عن طريق شبكة الإنترنت أو كان عن طريق المحلات، بعض المحلات التجارية تقوم ببيع تلك الأسلحة، وبعض تلك الأسلحة تتضمن ذخيرة أوتوماتيكية يسهل استخدامها. وبالتأكيد يعني هذا ما عقب عليه جو بايدن اليوم، ولكن بعض الخبراء تحدثوا بأن بايدن لم يذكر جديد أو لم يأتي بجديد في المتعلق بتلك القضية الشائكة، لم يعني شكرا لزميلي كريم يسري مراسل إكسترا نيوز، حدثتنا من واشنطن دي سي أمام البيت الأبيض، ويبدو أن هناك مشكلة بالصوت، سنحاول الوصول إليك مرة أخرى في النشرات القادمة.